قواتنا المسلحه النهارده. كل سنه ومصر كلها بخير وانتم طيبين وانتم بخير دايما. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير. في الحقيقه وزاره الشباب والرياضه امتدادا لهذا اليوم، يوم احتفالات اكتوبر 6 اكتوبر، بنبدا من محافظه القاهره ببدء انطلاقه على مستوى محافظات مصر كلها 27 محافظه، وجود زملاء محافظين في معظم المحافظات مع مديريات الشباب والرياضه، انطلاقه للشباب والتنوع فيما تمتلكه وزارات الشباب والرياضه من قدرات على المستوى الشبابي ومستوى الطلايع ومستوى الثقافي والمستوى الرياضي. في محافظه القاهره الانطلاقه الكبرى، احنا موجودين على نيل مصر في ممشى اهل مصر. في الحقيقه احتفاء كبير جدا اللي بيها بنعبر عن يعني فرحتنا كلنا باعياد اكتوبر. ومره ثانيه انا وسياده محافظ القاهره معالي الوزير خالد عبد العال، اللواء خالد عبد العال، بنقول يعني لكل شباب مصري، الشباب مصر كل سنه وانتم طيبين، قواتنا المسلحه وشرطتنا كل سنه وانتم طيبين باعياد اكتوبر. يعني طبعا الشعب المصري كله بذكرى 48 لانتصارات اكتوبر، سيظل نصر اكتوبر خالدا على مدى التاريخ. ويعني نصر اكتوبر طبعا يعني اعاد للمصريين كرامتهم، ويعني هذه الملحمة الوطنية التي تدرس في جميع الأكاديميات العسكرية على مستوى العالم. النهاردة وزارة الشباب والرياضة مع محافظة القاهرة بتقيم احتفالية بهذه المناسبة، ويعني تم اختيار هذا المكان يعني ممشى أهل مصر أحد مناطق التطوير في محافظة القاهرة، بتبدأ في مسيرة يعني رياضية ثم يعني يعقبها احتفالات فنية وتوزيع لجوائز احتفالا بهذه المناسبة. النهارده احنا لما بنقول بنشارك الشباب معانا في هذه الاحتفالية، لان يعني الكثير من يعني هذه الاجيال لم تحضر يعني احتفالات انتصارات اكتوبر، فيعني زي ما كان النهارده في ندوة تثقيفية اللي كان يعني مشرفها السيد رئيس الجمهورية، كان الغرض من إقامة هذه الندوات وإعطاء دروس للأجيال التي لم تحضر هذه الانتصارات، وبتذكرهم بما يعني قام به الجيش والقوات المسلحة المصرية في الدفاع عن الوطن واسترداد كرامة مصر في 73، ودروس مستفادة للأجيال كلها. ونقول قد ايه يعني القوات المسلحه والشعب المصري تحمل يعني الكثير من اجل استعاده هذا الانتصار الكبير في 73. الشباب النهارده موجود معانا لان الشباب طبعا هم مستقبل مصر وهم امل مصر، فاحنا طبعا يعني من لازم بنشاركهم في هذه احتفالات القوات المسلحه يعني لبث روح الانتماء والوطنية اللي هي أصلا يعني موجودة طبعا في المواطن المصري، ولكن احنا دايما بندعم الشباب لأن بنقول الشباب هو مستقبل مصر. بنهني القوات المسلحة، بنهني الشعب المصري كله بذكرى 48 لحرب أكتوبر، ودايما مصر إن شاء الله بإذن الله في انتصارات واحتفالات وستستعيد مكانتها العالمية بإذن الله في كل المجالات بإذن الله، لأن طبعا تحت قيادة حكيمة وجيش قوي، ودايما مصر بتحيا مصر بتحيا مصر. النهارده حدث مهم جدا بمناسبه مرور 48 عام على انتصار اكتوبر المجيد. انتصار اكتوبر العزه والمجد والفخار ليس لمصر فقط ولكن للامه العربيه. النهارده في اطار تعليمات معالي الوزير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وبالتعاون مع الاداره المركزيه لبرامج التنميه الرياضيه برئاسه الدكتوره سونيا عبد الوهاب وفريق العمل، تعاون مع القاهره برئاسه السيد الدكتور سيد حزين وكيل الوزاره مدير المديريه، واحنا كفريق عمل بالقاهره دوما ودائما في تعاون مستمر ووثيق مع وزاره الشباب، لاننا كل لا يتجزا، الكل يعمل كفريق عمل واحد من اجل مصر. النهارده هذا المهرجان رائع، يحمل في طياته معاني جميله جدا على صفحه النيل بممشى اهل مصر، يحمل في طياته معاني كثيره، مصر الامن والامان، مصر العزه، مصر النصر، مصر بلد السلام، مصر رساله سلام الى العالم. النهارده هذه الصوره بتؤكد رياده مصر، قوة مصر. تحية لخير أجناد الأرض، جيش مصر العظيم، قواتنا المسلحة المصرية الذين يسطرون يوم كل يوم في عبر صفحات العسكرية المصرية صورة وملحمة من الأمن والأمان لهذا الشعب العظيم، شعب مصر، مصر التي ذكرت في القرآن الكريم في عدة مرات وقربت في الرسالات السماوية،
مصر التي كرمها المولى عز وجل لنفخر بمصريتنا. تحية خاصة للرمز العسكرية المصرية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الرمز والقائد والقامة والزعيم. النهاردة احنا مش بنقول كلمات من أجل الاستهلاك الإعلامي، ولكن هذه الصورة على نهر النيل العظيم. كنا من 10 سنوات كانت الصورة مختلفة تماما في 2011، ولكن النهاردة بنؤكد قوة مصر من خلال قواتنا المسلحة المصرية وشرطتنا المصرية. كل سنة وجيشنا وقواتنا المسلحة المصرية بخير وصحة وسعادة، كل التحية والتقدير. النهاردة مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور سيد حسين بتضرب صورة ومثل رائع للفتاة والمرأة المصرية لأبناء مديرية الشباب، الصورة التي تغيرت داخل مراكز الشباب لكي تعبر عن طاقات إبداعية من خلال لوحة جميلة جدا على نهر النيل العظيم من خلال ممشى أهل مصر. هذه الصورة بتؤكد قوة مصر، الصورة مش مجرد احتفال ولكن لها رسالة للعالم على صفحة النيل الخالد. نحن مصر دولة المصب التي يمر بها نهر النيل بمساحة تزيد أو ما يعني أكثر من 1100 كيلومتر إن لم تزيد. هذه الصورة وهذه الزيادة وهذه هذا الرافد الجميل الذي يصب على أرض مصر وبدولتنا التي نفخر بها، نؤكد رسالة مهمة جدا. مصر بلد الحضارات، مصر الرسالة، مصر المعنى، مصر الأديان. أبناء مراكز الشباب كل يوم من خلال هذه بروح أكتوبر التي أكدت روح التنمية والتطور والتطوير والريادة. لولا روح أكتوبر ما كنا وصلنا لهذا المشهد الجميل لكي نقدم صورة على نهر النيل العظيم لمصرنا الجميلة. على ضفتي هذا النيل نشأت الحضارات، واليوم بهذا الممشى الجميل الذي تطور في صورة رائدة ورائعة وأكد التطوير في كافة المجالات لكي يكون المكان ممشى رائع لأهل مصر في كافة المجالات وفي كافة الأماكن يستمتعوا بنهر النيل، الثقافة والريادة والتميز. النهاردة الصورة بتحمل في طياتها أبناء مراكز الشباب، 76 مركز شباب على مستوى القاهرة، صورة إبداعية تقدم صورة ورسالة تعبيرية بحضور معالي الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، معالي الوزير خالد عبد العال محافظ القاهرة، معالي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قيادات محافظة القاهرة. في ظل تأمين مميز لأسرة مديرية أمن القاهرة بنقدم لهم كل الشكر. دكتور سيد حسين وفريق العمل بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عمل أكثر من شهر لكي تقدم هذه الصورة في ملحمة جميلة من خلال تابلو رائع وعروض تحت مسمى أو شعار جميل جدا، مهرجان النيل للألعاب البحرية، عروض مائية، مراكب نيلية تحمل الشعار باسم مصرنا الجميلة وعلم مصر الذي لن ينكس أبدا. هذه الصورة تؤكد ريادة للعالم ورسالة للعالم، هذه الرسالة مؤداها هنا مصر، هنا مصر القوية العظيمة الأبية. روح أكتوبر تؤكد التطوير في كافة المجالات، التطوير امتد سنوات وسنوات حتى وصلنا الآن إلى العام 48. لولا روح أكتوبر ما كان هناك إنجاز، ما كان هناك انتصار، ما كان هناك تطوير، ما كانت مصر بهذه الروح الأبية الجميلة الإرادة التي لا تنيم. النهاردة قواتنا المسلحة بتضرب المثل والقوة لأنها الدرع والسيف، كما قال السيد الرئيس الراحل أنور السادات، لقد أصبح لهذا الجيش لهذا الوطن درع وسيف. قواتنا المسلحة المصرية بنقدم لها كل الشكر والتحية والتهنئة. شكرا لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رمز العسكرية المصرية. مراكز الشباب مفتوحة للجميع، التنمية في كافة المجالات. إذا قلنا كلمة حياة كريمة فأصبحت حياة كريمة لكل مواطن على أرض مصر، ليس في المجال الاجتماعي فقط ولكن في مجال العمل الشبابي والرياضي وفي كافة المجالات. مراكز الشباب دور مجتمعي تثقيفي تربوي تنموي يؤكد ريادة وبناء الإنسان المصري. هنا مصر الأمن والأمان، ادخلوا مصر، مصر ترحب بالجميع لكي يرى الجميع ما تم على أرض مصر من إنجازات في عهد فخامة السيد الرئيس. مصر ملحمة إنجاز وإعجاز قوي، تتحدى الصعاب، تقدم كل صورة وكل ما يليق بالمواطن المصري. هنا مصر الجديدة، مصر العظيمة، مصر الأبية، تحيا مصر. في ظل الاحتفالية الكبرى بتاعة وزارة الشباب والرياضة باحتفالات انتصارات حرب أكتوبر المجيدة اللي احنا ابتدينا فعلا تنفيذها في محافظة بورسعيد برعاية كريمة من معالي وزير الشباب والرياضة وبحضور السيد اللواء أركان حرب عادل غضبان محافظ بورسعيد. نظمنا فعالية كبيرة برعايتهم هما الاثنين، وكان بيشاركنا أبطال من انتصارات حرب أكتوبر زي سيادة اللواء محي نوح قائد كتيبة 39 قتال، والسيد اللواء أيمن محب حب الله ده كان قائد الدفاع الجوي، وتحدثنا عن المعارك اللي تمت حصلت في الحرب وبالأخص معركة ملحمة راس العش. والنهاردة احنا بنكمل الاحتفالية في أول فعالية رياضية على ممشى أهل مصر. الاحتفالية تضمنت ألعاب مائية، تجديف وشراع، ومسيرة تقدمها معالي الوزير أستاذ دكتور أشرف صبحي ومعالي المحافظ قاهرة. تضمنت الاحتفالية تجديف مهرجان ألعاب مائية، تجديف وشراع،
وشاركنا القوارب البحرية بمهرجان وكرنفال فنون شعبية، كما برضو احنا شاركنا اول فكرة عملتها حاجة اسمها فرقة النسور. دول ولاد بيعملوا عروض لياقة بدنية داخل المحافظة، وبالاخص ابتدوا في محافظة البحيرة، ومعالي الوزير رحب بالفكرة وابتدى يعممها على كافة الاحتفالات اللي الوزارة بتقدم بجانب الاحتفالات الفنون الشعبية. وكل ده الحمد لله برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وطبعا الإدارة التنفيذية اللي هي الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية. تم إطلاق مسيرة المشي عن طريق الفيديو كونفرنس في 27 محافظة اللي هم محافظات مصر، محافظات جمهورية مصر. يتقدم كل المسيرة السادة المحافظين بالمحافظات، ودي الفعالية بتاعت النهاردة. وإحنا عندنا بكرة الفعالية الرياضية مسيرة مشي، وهنختتمها في قاعدة راس التين بمحافظة الإسكندرية، وبعده عندنا محافظة الإسماعيلية هنعمل محاكاة لعبور قناة السويس في هيئة قناة السويس إن شاء الله. الحقيقة النهاردة يوم من أيام مصر الجميلة، يوم النصر، يوم احتفالنا بذكرى 6 أكتوبر. يمكن هذا العام بنحتفل بالذكرى 48، ولكن هذا اليوم يختلف لأننا بنحتفل من ممشى أهل مصر، أهل الخير، أهل المحبة، أهل السلام. تحية الحقيقة لوزارة الشباب والرياضة على الاحتفالية الجميلة الراقية بالأعلام وبالطبول والدفوف لتعبر عن الفرحة. مش بس شارك النهاردة، لكن شارك المصريين في كل مكان في الاحتفالية الجميلة دي، وشارك إخواتنا من إفريقيا وإخواتنا العرب. الجميع الحقيقة كان سعيد النهاردة قد إيه مصر بتتغير، قد إيه مصر أم الدنيا بالفعل، مش بس كلمات، بقت قد الدنيا. كل شبر فيها بيحصل فيه تطوير وتغيير وتنظيم. النهاردة مش بس الاحتفال بالسادس من أكتوبر، ولكن النهاردة يوم انتصار جديد لمصر، يوم تغيير في طبيعة النيل، يوم ورسالة للعالم بنقول إنه أهم حاجة في حياتنا نيل مصر العظيم، إن كل نقطة مية لازم نحافظ عليها، إنه يكون في الكثير والكثير من الإنجازات. طبعا في البداية بهني الشعب المصري كله بانتصار 6 أكتوبر المجيد، وإحنا النهاردة باسم إيجيبشن إيجلز تيم موجودين بدعوة من معالي وزير الشباب والرياضة. فريق النسور المصرية هو فريق هدفه نشر ثقافة الرياضة على مستوى جمهورية مصر العربية. بدايتنا كنا بنتواجد في الشوارع والميادين على مستوى جمهورية مصر العربية، بنعمل عروض رياضية بهدف تشجيع الناس إنها تمارس رياضة. والنهاردة بدعوة من معالي وزير الشباب والرياضة، طبعا في الفترة الأخيرة معالي الوزير اعتمد إيجيبشن إيجلز تيم كفريق تابع لوزارة الشباب والرياضة، والحمد لله ربنا أكرمنا بدعوة من معالي الوزير، والنهاردة احنا موجودين في احتفال نصر أكتوبر المجيد. ويا رب يكون العرض عجب كل الناس، ونكون فعلا عملنا حاجة وقدمنا حاجة تشرف اسم مصر، وطبعا تشرف وزارة الشباب والرياضة. طبعا ده كان هدف الفريق، والهدف الأساسي اللي اتبنى عليه الفريق اننا حابين نشجع كل الناس انها تمارس رياضة، شباب وغير شباب، كبار في السن، لان الرياضة اسلوب حياة. واحنا عندنا ايمان قوي في إيجيبشن إيجلز تيم ان الرياضة عنصر قوي جدا لنهضة المجتمع بكل مجالاته، وبناء على ده الحمد لله احنا النهاردة موجودين بدعم من معالي وزير الشباب والرياضة عشان ننفذ خطتنا على أرض مصر، وبإذن الله نكون قد المسؤولية دي. وشكرا لمعالي وزير الشباب والرياضة.